اهلا بيكم، معاكم مادون عماد من برنامج دراما كوين. مع بداية عرض الجزء الثاني من مسلسل الاختيار كانت فيه رسالة واضحة من صناع العمل الدرامي، وهي ان الشخصيات اللي ظهرت في المسلسل اغلبها كانت واقعية، وده ساعدنا نقرب من بطولات شهداء ونكتشف جرائم ارهابيين بداية من عام 2013. ويلا بينا نبدأ حلقتنا ونتعرف على الشخصيات الحقيقية اللي ظهرت في المسلسل. اول حاجة الفنان احمد رفعت قدم شخصية الشهيد المقدم احمد جاد اللي استشهد في الكيلو 135 بالواحات البحرية بسبب عمل نفذه هشام عشماوي في عام 2017. والشهيد مواليد عام 1976 وتخرج من كلية الشرطة سنة 1999 وبدأ العمل في أحد أقسام الشرطة. انتقل لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وعمل بجهاز الأمن الوطني ووصل لرتبة مقدم. تاني حاجة شهيدي الداخلية، وهو الرائد محمد جودة واللي قدم شخصيته الفنان فتحي سالم، والمقدم الشهيد شادي مجدي واللي قدم شخصيته الفنان محمد حماد، والاتنين استشهدوا قبل فض اعتصام رابعة العدوية. أما الفنان أشرف عبد الباقي فقدم شخصية الشهيد محمد جبر مأمور اسم كرداسة اللي استشهد في عام 2013. والفنان عبد الرحيم حسن قدم شخصية الشهيد اللواء نبيل فرج واللي استشهد في 19 سبتمبر 2013. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 13 متهم بقتل الشهيد، وصدر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد والمشدد والإعدام. والفنان إياد نصار قدم شخصية الشهيد محمد مبروك الشاهد الرئيسي في قضية تخابر الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي مع الدول الأجنبية، واللي كان أحد أبرز المسؤولين عن ملف جرائم الإخوان سابقا. وزي ما شفنا في المسلسل أثناء خروجه من بيته وهو متجه للعمل أطلق مجموعة من الملثمين النار عليه واستشهد على الفور، وده كان في 18 نوفمبر 2013. أما الفنانة بشرى فقدمت دور زوجة الشهيد محمد مبروك وهي رشا حسني اللي حاليا بترعى أبنائها الثلاثة وهم زينة وزياد ومايا. أما الإرهابيين اللي ظهروا في المسلسل فهم الفنان سامح السريتي قدم شخصية الإرهابي محمد كمال وهو مؤسس الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية بعد عزل محمد مرسي في 2013، واللي كمان أسس مجموعات إرهابية زي أجناد مصر ولواء الثورة وحسن. هو مواليد 1955 ودرس الطب في أسيوط وبعد كده انضم للجماعة ووصل لهيكل التنظيم، وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي شارك في تسليح اعتصام رابعة، وعند محاولة القبض عليه بادر بإطلاق النار وقتل في 2016. والفنان محمد يونس بيقدم شخصية محمد السيد البكاتوشي وهو كان ضابط في الأمن المركزي وانتقل لمديرية أمن الشرقية في 2007، وبعد عزل الإخوان أسس خلية لإغتيال المسؤولين في الشرطة وتوفى في حادث سيارة عام 2014. والفنان عبير الطوخي قدمت شخصية الإرهابية سامية شنن وهي واحدة من المتهمين بالهجوم على اسم شرطة كرداسة، واشتركت في قتل مأمور اسم الشرطة هو محمد جبر وآخرين، وفي 2017 صدر ضدها حكم بالسجن المؤبد. وقدم الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف شخصية الضابط الخاين محمد عويس وهو كان ضابط بإدارة مرور القاهرة وشارك في عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك، وهو اللي أرشد الإرهابيين على بيت صديقه محمد مبروك اللي تخرج معاه من كلية الشرطة وحكم عليه بالإعدام، وعرض المسلسل صورته ببدلة الإعدام. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا، استنوني حلقات الجاية عشان نكمل كلامنا عن المسلسلات الرمضانية.